تقع تونس في أعلى نقطة في القارة الإفريقية، يحدها من الشمال والشرق البحر الأبيض المتوسط على امتداد 1266 كيلومتر، ومن الجنوب الشرقي تحدها ليبيا حيث تبلغ حدودها 459 كيلومتر، ومن الغرب الجزائر ب 965 كيلومتر، وعاصمة الجمهورية التونسية هي تونس. تفصل تونس عن أوروبا وتحديداً عن جزيرة صقلية في إيطاليا قرابة 130 كيلومتر، وذلك عبر البحر الأبيض المتوسط. كما تبعد مدينة المهدية في تونس عن جزيرة لامبادوزا في إيطاليا تقريباً نفس المسافة، أي 130 كيلومتر. تبلغ مساحة الجمهورية التونسية قرابة 164 ألف كيلومتر مربع، وتحتل المرتبة 94 عالمياً من حيث المساحة، حيث تعتبر أصغر دولة في شمال إفريقيا. وإذا ما قارناها بجيرانها فهي لا تتجاوز 1/11 من مساحة ليبيا وواحد من 15 من مساحة الجزائر. يبلغ عدد سكان تونس 11,708,370 نسمة، وتحتل المرتبة 79، وذلك في آخر إحصائيات معهد الإحصاء بتونس. كان يبلغ عدد سكان تونس سنة 1960 4 ملايين نسمة، إذ تضاعف عدد السكان قرابة 3 مرات فقط في 60 سنة، بينما تضاعفت في السعودية 8 مرات نتيجة كثرة الإنجاب. يمثل المسلمون 99% من الشعب التونسي، بينما يتواجد في تونس قرابة 2000 يهودي وحوالي 50,000 مسيحي في كافة أنحاء الجمهورية. حصلت تونس على استقلالها من الاستعمار الفرنسي في عام 1956، وتم الإعلان عن الجمهورية التونسية في 25 جويلية سنة 1957، ليصبح الحبيب بورقيبة أول رئيس لها. تنقسم الجمهورية التونسية إلى 24 ولاية، تمثل الولايات الساحلية 13 ولاية من مجموع 24 ولاية، وتحتضن 65% من مجموع السكان بكثافة سكانية عالية تقدر ب 164 ساكن في الكيلومتر المربع، مقارنة ب 66.3% في كامل البلاد. تتميز هذه الجهات بنشاط اقتصادي مكثف، حيث تستحوذ على 85% من المؤسسات الصناعية في البلاد وحوالي 87.5% من اليد العاملة. تتميز تونس بنشاطها الفلاحي المتنوع، حيث تحتل المرتبة الأولى عربياً في مجال تصدير زيت الزيتون، تليها سوريا ثم المغرب ثم فلسطين ثم لبنان، وتحتل تونس المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج زيت الزيتون. وقد تحصلت تونس على 26 ميدالية في مسابقة لوس أنجلوس الدولية لزيت الزيتون. كما تعتبر تونس الأولى عالمياً في تصدير التمور التي تتميز بالجودة، وهو ما جعلها تصدر إلى أكثر من 73 بلد في العالم. بلغ معدل الدخل الفردي السنوي للمواطن التونسي 9,280 دينار، أي ما يعادل 3,712 دولار أمريكي. تحتل تونس المرتبة 94 عالمياً من حيث معدل أمل الحياة عند الولادة، إذ يبلغ حوالي 76 سنة، بينما تحتل اليابان المرتبة الأولى ب 83.7، بينما تحتل سيراليون المرتبة الأخيرة في معدل أمل الحياة ب 46 سنة. تحتل تونس المرتبة 8 عربياً و78 عالمياً في معدل معرفة القراءة والكتابة ضمن قائمة 134 دولة الذين شملهم مؤشر المعرفة العالمي لسنة 2019، بينما تحتل سويسرا المرتبة الأولى تليها فنلندا، فيما تحصلت الإمارات على المرتبة الأولى عربياً تليها قطر. نجد في تونس طبيب لكل 606 مواطن، بينما نجد في تنزانيا طبيباً فقط لكل 125 ألف مواطن. تعتبر تونس أول دولة عربية استعملت الإنترنت، حيث يستخدم الإنترنت حوالي 8 ملايين تونسي يومياً، أي ما يعادل نسبة 67% من إجمالي عدد السكان. 7.4 مليون تونسي يستخدمون الفيسبوك، و 1.9 مليون تونسي يستخدمون الإنستغرام، و 193 ألف تونسي يستخدمون التويتر، و 465 ألف تونسي يستخدمون سناب شات.